عملية قلب مفتوح تجرى لفتاة صغيرة في أحد مستشفيات السنغال. هذه العملية شائع إجراؤها هنا، إلا أنها المرة الأولى التي تجرى لطفل أجنبي. إنها المرة الأولى التي يأتي فيها طفل من بلد أجنبي، أي مالي هذه المرة، ويعاني من مشكلة قلبية معقدة جدا ليخضع للعلاج على أيدي أطباء من خارج السنغال. في مالي لا مثيل لهذه المستشفى، فبفضل دعم وكالة إغاثة فرنسية يأتي أطفال إلى السنغال من البلدان المجاورة للعلاج من دون أن يدفعوا التكاليف. الفكرة هي تطوير مستشفيات وتجهيزها لنتمكن من إجراء العمليات محليا، ولهذا السبب نحن اليوم نحاول القيام بالأمر هنا، بينما في السابق كان المرضى يذهبون إلى أوروبا. أحد الأطفال الذين جاءت المنظمة بهم من مالي توفي، إلا أن الآخرين يتعافون بعد الخضوع للعملية، ثم سينتقلون للعيش مع عائلة سنغالية تطوعت لاحتضانهم مؤقتا. أحضرت فواكه ومجلات للأطفال. أنا هنا لرعاية طفلة بعد خروجها من المستشفى. سنأخذها معنا إلى المنزل ونقدم لها الرعاية بشكل يومي، وسنحضرها إلى المستشفى لتغيير الضمادات. هذا يبدو عاديا جدا بالنسبة إلي. الأطفال سيعادون إلى مالي بعد تعافيهم. إنها خطوة أولى على طريق تخفيف آلام القلوب الصغيرة في غرب أفريقيا.